السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج رمضان كريم. كل عام وحضراتكم بخير. خلاص رمضان ولا شهر رمضان، بكرة آخر يوم في صيام إن شاء الله. كل عام وحضراتكم بخير. الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، يا رب تتقبل فيه منا الصيام والقيام واجعلنا من عتقاء شهر رمضان الكريم. أعزائي المشاهدين، نود بس اللي احنا نقول كلمة بسيطة جدا في حق جيشنا المصري، جيش مصر البواسل، جيش مصر اللي هو درع مصر، جيش مصر اللي احنا بيه بنحتمي، جيش مصر اللي احنا فيه بنتدارى بيه. جيشنا هو درعنا، هو سيفنا. اتفرجنا على الملحمة بالأمس في مسلسل الاختيار وشفنا نموذج مصغر لجيشنا المصري، شفنا نموذج مصغر لضباطنا وجنودنا. بنحييهم وبنحيي أولياء الأمور، أمهاتهم وأبهاتهم اللي ربوا وكبروا وعلموا وزرعوا فيهم إزاي يحبوا بلدهم. رغم كل اللي احنا شفناه دوت، ورغم كل اللي حصل، ورغم كل الوفيات والموت الشنيع والقتل، ولكن إلى الآن بنجد كل ما واحد بياخد الثانوية العامة، أب أو أم بياخد ابنه، والابن بيبقى عنده رغبة شديدة جدا إنه هو يروح يقدم في الكلية الحربية ويقدم في كلية الشرطة. رغم كل اللي بيحصل محدش بيخاف، لا هيروح ويقدموا في كلية الشرطة ويقدموا في الكلية الحربية لأنهم بيحبوا بلدهم. ولو راح مننا الملايين هيتولد ملايين تانيين عشان يدافعوا عن البلد دي. خير أجناد الأرض في مصر. تحية للجيش المصري وتحية لشهداء مصر العظام، سواء كانوا جنود أو ضباط في الشرطة أو الداخلية. بنحييهم وبنقول لأهاليهم إن شاء الله ولادكم في الجنة، هم اللي هيستقبلوكم إن شاء الله وانتوا داخلين الجنة. كل سنة وحضراتكم طيبين. أعزائي المشاهدين، بروح لحلقتنا ومعايا النهاردة دكتور محمد حسين مصطفى، أستاذ النساء والتوليد والعقم، جامعة عين شمس، كلية طب عين شمس. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد عليكم يا رب. ومعايا أستاذ إبراهيم علي سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين. أهلا بيك يا أستاذ إبراهيم. كل سنة وحضرتكم طيبين. وعيد سعيد عليكم إن شاء الله وعلى الأمة الإسلامية بإذن الله. دكتور محمد، عايز أبدأ معاك وأقول لك كل سنة وحضرتك طيب، وعايز أقول لك في بداية الحلقة هبعد شوية عن الطب، وكنت انت كاتب حاجه كده عن الشهداء، يا ريت تقول لي رايك ايه في اللي بنشوفه، الملحمه اللي حصلت من شهداء مصر في سيناء. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. وعيد سعيد على حضرتك طيب. وكل المشاهدين باذن الله. ونتمنى باذن الله ان يكون ختام شهر رمضان هو تم غفران الذنوب لنا كلنا ورفع درجاتنا وتحقيق احلامنا وكسر كل المآسي اللي الناس كانت بتعاني فيها الفترة اللي فاتت، لا سيما ان رمضان دوت جه في ظروف غير طبيعية، وجود فيروس كورونا المستجد كجائحة أول مرة تعدي على العالم في هذه الظروف، جعلت من كل مصري جندي، وجعلت من 110 مليون كل واحد جندي بس في مكانه. طبعا زي ما حضرتك تفضلت، احنا مصر هي مجموعة من الأفراد، كل واحد بيدافع عن التاني بطريقته الخاصة. زي ما حضرتك قلت كده، في سينا احنا الجنود والضباط، الجنود الأوفية جدا والضباط الهمام الشجعان، بيدحوا وبيقفوا وبيحاربوا وبيقاتلوا لغاية آخر لحظة ولغاية آخر نفس، وكان عندهم اختيارات كتيرة جدا من انهم يسيبوا ويجروا ويسلموا يعملوا، ولكن هم بيقولك لا، انا يموت في مكاني والمكان بتاعي اللي انا اموت فيه ده جثتي ما تتخدش، والمكان ده ما يترفعش عليه علم غير علم مصر. زيه بالظبط في جنود في الجيش الابيض، في ناس من الممرضين، في ناس من الدكاتره، في ناس من التبرجيات، في ناس من العمال موجودين في جميع مستشفيات مصر على مدار ال 24 ساعه، ما يعرفوش اجازات العيد، ما يعرفوش اجازات بمناسبه رمضان، ما يعرفوش وقت فطار وقت سحور، ما يعرفوش ان الاذان بيدن، لا بيفطروا ممكن جوه اوضه العمليات، يا دوبك حد بيديله بقه ميه او تمر عشان يكسر صيامه ويكمل عمل. الناس دي جنود مجهوله، ملايين من الجنود المجهوله واقفين دلوقتي برضو في مستشفيات مصر، وكلهم بيضحوا بنفسهم عشان ينقذ اي انسان مريض واي انسان بيجيله، ومفيش تخاذل من اي طرف من الاطراف لله الحمد. ف
فاحنا الشعب المصري هو كل واحد جندي في مكانه، ولا نقلل اي بني ادم في اي وظيفه. حضرتك جندي في مكانك، ان انت تيجي بعد الفطار في هذا الوقت ولسه فاطر ومش قادر تتحرك وبتاع، وتيجي وتقف في منبرك الكريم وتتكلم وتدي للناس رسائل، فده كل واحد بيؤدي وظيفته. كل الناس اللي بتموت في وظائفها، سواء كان من جيشنا والقوات المسلحة أو من الشرطة أو من الأطباء أو من الممرضين أو كلهم شهداء بإذن الله عند ربهم، لأنهم ماتوا في سبيل رسالة مهمة جدا، وفي سبيل إن هو يؤدي اللي عليه لغاية آخر لحظة. لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها، وهو ده اللي مطلوب مننا كلنا، إن احنا نكون كلنا بنحافظ على بعض وبننقذ بعض لغاية آخر لحظة. انا بشكرك على المقدمة الجميلة دي يا دكتور، واكيد انتوا الجيش الابيض زي ما بنقول دلوقتي هو ده دوركم. اذا كان في ناس بتحارب على الجبهة، بتحارب في سيناء، ففي ناس بيحاربوا جوه مصر دلوقتي. هو الجيش الابيض بيحاول ان هو بيقابل فيروس شديد الخطورة، بيحارب ان بقدر الامكان بيحاول يحجم هذا الفيروس وما ينتشرش، عن طريق نشر الوعي الطبي، عن طريق ازاي يحاول ان هو يحافظ على الناس اللي اصيبت بهذا المرض ويعمل على شفائهم. فده دوركم مهم جدا. انا بشكرك ممثل للاطباء معايا، وبتمنى ان كل الاطباء وكل القائمين على القطاع الطبي ان هم يكون عندهم نفس الشعور كالجنود المحاربين في الجبهة. شكرا لك يا دكتور محمد. هروح لك يا استاذ ابراهيم، وفي ظل اللي احنا فيه وفي ظل الجائحه بتاعه فيروس كورونا بنسمع اشاعات كتيره جدا. انتشرت بعض الاشاعات، والله اعلم مين اللي بيطلق هذه الاشاعات، وبيقولوا ان الدفاتر بتاعه المأذون اتسحبت. طيب. الشائعه دي بقى انا عايز قبل ما تقولي، طيب هقول لك الشائعه دي ليه ابتدت الناس تاخد المأذون وتحطه في الحتة دي وتحطه في حتة الإشاعة دي وتقول إن هو سحبوا الدفاتر عشان يمنعوا؟ مين اللي بيروج الإشاعات ديت وليه؟ طيب في البداية احنا حابب أهني الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا، والدين بتاعنا أمرنا، إن احنا نفرح باستقبال العيد. تاني حاجة أنا حابب إن أنا أذكر آية قرآنية بخصوص الشهداء الذين استشهدوا من شهدائنا ومن جنودنا من أبطال القوات المسلحة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فربنا سبحانه وتعالى خلى للشهيد ده مكانة كبيرة جدا، يعني إن هو يكون في 100 درجة في الجنة، هو أعلى في أعلى مكانة ما بين كل درجة والتانية زي ما بين السماء والأرض. الشهداء في المكانة العالية دي لهم أجرهم عند ربهم، قريبين من ربنا سبحانه وتعالى، لهم نورهم يسعى بين أيديهم يوم القيامة. فدي مكانة غالية جدا، والشهيد هو عايش دلوقتي في فرح وعايش في سرور وعايش في مكانة طيبة جدا، وهو مبسوط بهذه التضحية اللي هو عملها، إن هو ضحى بأغلى وأثمن ما يملك اللي هي الروح اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في البني آدم. فهو ربنا سبحانه وتعالى وضع فيه هذه الروح، وهو قدمها فداء وتضحية لأجل الله عز وجل، فإن شاء الله يأخذوا منزلة ومرتبة الشهداء عند ربهم سبحانه وتعالى. بالنسبة للموضوع اللي حضرتك بتسأل عليه اللي هو الموضوع بتاع سحب الدفاتر، تقريبا في بعض العرسان مستعجلين على الجواز فعايزين يعجلوا في الجواز، فيروح قايل لوكيل العروسة إلحق ده هيسحبوا الدفاتر من المأذونين الشرعيين. طبعا الكلام ده غير صحيح اطلاقا، يعني دي حيله من العرسان. العرسان بيعملوا كده، بيضحكوا على اولياء الامور. وكذا حاله جات لي، يعني يقول لي طب انا عندي كاتب كتاب في شهر 7 أو 8 وانا عايز اكتب دلوقتي. يعني فرصه ان النهارده العريس بيتجوز من غير ما يعمل قاعه ومن غير ما يعمل فرح، بتوفر لك فانا اوفر. فاجيبها في مين؟ اجيبها في المأذون. فالنهارده احنا بننفي هذه الاشاعه نفيا تاما. مفيش حاجه اسمها سحب للدفاتر، الدفاتر موجوده عند المأذونين الشرعيين، بيقوموا بواجبهم مع اخذ الاحتياطات اللازمه. ان احنا مش عايزين تجمعات كبيره، احنا عايزين يبقى في تعقيم لايدينا بالكحول، عايزين يبقى في كمامات موجوده، عايزين العدد اللي موجود اثناء كتب الكتاب يبقى عدد قليل جدا. ممكن نقول ان في حاله او اتنين في بعض المحاكم مثلا، ودي حاله عامه يعني، المحكمه كلها قفلت، المأذون الشرعي بيستلم دفتره من المحكمه وبيرجع يسجل تاني في المحكمه، ممكن في محكمه او اتنين، ودي حالات نادره جدا وبيتم لمده معينه، مده محدده، اسبوع او 15 يوم. محكمه مدينه نصر قفلت 15 يوم وبترجع تشتغل تاني، ورجعت تاني اشتغلت. وممكن يكون المأذون عنده دفاتر اصلا فما بيحتاجش ان هو يروح المحكمه، فبيفضل بيمارس عمله بطريقه عاديه جدا. كنا احنا في بدايه أزمة الكورونا
كان السجل المدني مغلق وما كانوش بيسجلوا وثائق الزواج. اسامي الزواج بتتسجل في مكانين، بتسجل نسخة بتروح للمحكمة، ودي النسخة الأصلية اللي بتبقى موجودة وبتبقى محفوظة في الدفاتر، وفي نسخة تانية بتروح السجل المدني، دي اللي بتنزل على سجل الأحوال المدنية على الكمبيوتر، بحيث انك انت في أي مكان في جمهورية مصر العربية، انت متجوز مثلا في شبرا ممكن تروح أسوان، ممكن تروح مرسى مطروح، تطلع مستند أو مستخرج زواج من المكان اللي انت موجود فيه، يعني انت مش مقيد بالمكان اللي انت فيه. السجل المدني كان ممتنع او كان نظرا للظروف اللي موجوده في البلد ما كانوش بيسجلوا وثائق الزواج. بعض رؤساء السجل المدني تواصلنا معاهم وبقوا ياخدوا اسامي الزواج وبيسجلوها حتى وهم قاعدين في البيت، يعني انا بصراحه بحييهم ان هم حتى وهم قاعدين في البيت وان في قرار ان هم يقعدوا في البيت مع ذلك بيسجلوا وثائق الزواج والامور ماشيه بشكل طبيعي جدا. تمام. دكتور محمد هروح لحضرتك، بما ان احنا بقى بنتكلم عن الزواج، احنا داخلين على ايام عيد، وفي العيد بيكتر الزواج بقى، بتلاقي كتب الكتاب بيتم وحفلات الزواج بتتم بيبقى فيها رسان وعرايس كتيره، متعودين من واحنا صغيرين نسمع اللي يقول لك هيتجوز على العيد وهيتجوزوا على العيد تاني يوم تالت يوم ربع يوم. والله اليومين دول ف هي قالت عموما يعني الزواجات بدنا نتجوز على العيد دي كانت اغنيه قديمه. فاحنا النهارده لما بيجي الزوج والزوجه قبل الزواج المفروض اللي هم بيعملوا تحاليل طبيه، بيروحوا يعملوا تحاليل قبل الزواج على اساس المفترض ان هم التحاليل دي بتبين اذا كان في مشاكل او مفيش مشاكل، وبيبتدوا بعديها تتم اجراءات الزواج. وباخد من حضرتك برضو بعد ما حضرتك هتكلم وهرجع للاستاذ ابراهيم عشان نعرف برضو قيمه التحاليل ديت وهل المأذون بيبقى ملتزم بالتحاليل دي ولا لا. دكتور محمد، لما بيجي لك اتنين مقبلين على الزواج وبيقولوا احنا عايزين نكشف عشان هنتجوز، بتعمل ايه وايه التحاليل اللي بتتم بين الزوج والزوجه؟ التحاليل دي وانت كطبيب بتقول ايه؟ يعني انت طبيب، اتنين جايين بيحبوا بعض قوي وجولك قالوا لك احنا بقى خلاص يا دكتور احنا بنحب بعض وهنتجوز وجايين نعمل تحاليل على اساس التحاليل دي هناخدها وبعد كده نديها للمأذون، دورك كطبيب وشايف الاتنين دول بيحبوا بعض قوي هتقول لهم ايه؟ بس السؤال سؤال جميل جدا. طبعا هو اللي بيحصل على ارض الواقع مختلف شويه عن المفروض يحصل، احسن الناس سمعانا وشايفانا فعايزين نقول للناس الحقيقه. اللي بيحصل على ارض الواقع ان في مثل كده بيقول لحضرتك ان مرايه الحب عمياء. يعني ايه؟ يعني ما قبل الزواج ما قبل الزواج ما تحاولش علينا بالمرض وما بقى بالظبط كده وما بعد الزواج حاجه تانية. يعني قبل الزواج وقبل كتب الكتاب الاثنين بيبقوا يمكن متعلقين ببعض جدا 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 لدرجه ان هو ما فيش حد شايف عيوب التاني، هم كلهم شايفين بس الهدف اللي هم عايزين يوصلوا له ان هم يتجوزوا يبقى بيت واحد وخلافه ويعيشوا مع بعض العمر كله. لكن وانس ان الهدف ده اتحقق وانس ان هم فعلا اتجوزوا وبقى في كتب كتاب وقعدوا في بيت واحد، في بعض المشاكل اللي بتطرأ في بيوت كتيرة جدا بينتج عنها مشاكل تؤدي بعد كده ان الحب اللي بيدخل من الباب ده بيجري من الشباك. في مشاكل طبية بتؤدي الى فشل العلاقة الزوجية. بالظبط كده بالظبط كده، بيجري من الشباك وما بيكملش الحب والمودة والكلام، ما بيكملش نتيجة المشاكل الطبية اللي حضرتك اللي هي دي اللي هي زي ايه مثلا؟ اللي هي بتؤدي لان البيت ده يفشل. من ضمنها حاجات بسيطة جدا. يعني انا لن انسى ان في سيدة من السيدات اتجوزت وقعدت بعد الزواج سنة ونص بنت، ما حصلش اي فضل غشاء البكارة نتيجة ان جوزها عنده ضعف جنسي، ان هو ما عندوش قدرة على الانتصاب. في حين لسه كنت بتكلم مع البين شويه قبل ما نطلع على الهواء ان التحاليل السائل المنوي مثلا ممكن تطلع ممتازه جدا. يعني انا لو طلبت من واحد يعمل تحليل سائل منوي وتحليل السائل المنوي ده طلع كويس وطلع ما فيهوش اي مشكله، هل ده يدل ان هو عنده قدره على الزواج والعلاقه الزوجيه والمعاشره؟ لا، دي قدره على الانجاب لكن ليس له قدره على الزواج. بالظبط كده. فقصه ان هو يقدر يخلف ويجيب اطفال بتحليل السائل المنوي اللي احنا بنطلبه ملهاش علاقة خالص بالقدرة على المعاشرة. فكانت البنت دي بعد سنة تقريبا من الزواج جات لي ليه انا كدكتور نساء، قالت لي احنا وصلنا في الاخر ان هو عنده رهبة من العلاقة الزوجية، فانا عايزة اعمل فض الغشاء البكارة عن طريق عملية. فهو لو عملنا فض الغشاء البكارة عن طريق عملية هو الرهبة دي هتروح منه وبالتالي هيقدر يمارس الحياة الزوجية الطبيعية.
فانا نصحتها وقلت لها غالبا الامور مش هتمشي كده طبيا، الكلام ده مش مظبوط غالبا. لا هي الموضوع مش هيمشي كده، ومن الافضل ان انت ما تلجئيش للكلام ده جراحيا، لا سيما ان انت لا تعاني من اي مشكله، وهو لو عنده مشكله يروح لدكتور امراض نفسيه او يروح لدكتور ذكوره او خلافه يديله ادويه او يديله. فكانت البنت نتيجه فشل العلاقه الزوجيه هي عايزه تحمل، تقول خلاص انا مش محتاجه علاقه زوجيه وانا مش وتنازلت عن هذه. فكانت بعد ما بيحصل قذف هو ما عندوش انتصاب كويس، فكان السائل المنوي بيقع على رجليها والارض وكده، ولكن ما يدخلش جواها. فكانت تاخده بايديها وتحطه عليها من تحت بتحاق عشان في محاوله انها تحمل. شوف حضرتك وصلت لايه. وطبعا في الاخر بعد سنه ونص من الزواج حصل انفصال وما كملتش هذه العلاقه الزوجيه. اهو ده مشكله طبيه. لو كانت اتعرفت قبل الزواج على الرغم ان دول قبل الزواج كان عندهم احلام وطموحات وقاعات وافراح وحب وتناغم وسفر وفسح ولكن في الاخر احنا نتيجه مشكله طبيه اساسيه في العلاقه الزوجيه ادت الى هدم العلاقه الزوجيه. فدي حاجه لابد من الناس تتصارح، وفي دايما حاجه جميله جدا وقاعده جميله جدا، التصارح والوضوح والصراحة هو الباب للنجاح. وإحنا لو ضحكنا على بعض يوم فإحنا مش هنضحك على بعض العمر كله. ولو تصارحنا يوم أنا ممكن أشوف إن البني آدمة دي بعيوبها أنا متقبلها، وهي تشوف إن الراجل ده بعيوبه هي متقبلاه. دي حالة من الحالات. حالة تانية برضو كان ممكن تتنقذ بالتحاليل وبعد كده ربنا ما أردش، برضو اتنين متزوجين وكانت الست في منتهى الجمال وكانت أمورة جدا وجميلة جدا، وقعدوا بعد الزواج حوالي سنتين بدون إنجاب، والست قعدت تروح وتيجي وكانت عايشة في شرم الشيخ مش عايشة في القاهرة، وتروح وتيجي وتاخد في أدوية وتاخد في عقاقير وحقن ومنشطات وخلافها ما بتحملش. بعد كده لما جات لي فقلت لها طيب انت كويسه مش شايف في حاجه، طب ما جوزك ما حللش سائل منوي ليه؟ فقالت لي لا ده هو بيسافر واحنا في شرم اصلا ومش في القاهره وهو بيسافر كتير وبتاع وكده. قلت لها لا احنا مش هنقدر نعمل اي حاجه لما نحلل سائل منوي. حللنا سائل منوي وفوجئنا ان لا يوجد حيوانات منويه على الاطلاق في السائل المنوي، وبالتالي الراجل دوت ما عندوش قدره على الانجاب. قلت لها خلاص بسيطه، احنا ان شاء الله ناخد عينه من الخصيه من الراجل ده ونحللها، لو طلعت الخلية الأم المسؤولة عن تصنيع الحيوانات المنوية موجودة جميل جدا هنجمدها ونعمل حقن مجهري وتحمل سهل. فكلمنا الراجل واتفقنا على كده وقلنا والله لا خلاص احنا هنعمل عينة. عملنا العينة وفوجئنا للمرة التانية ان الراجل ده ما عندوش اصلا في القصية بتاعته الخلية الأم اللي بتصنع الحيوانات المنوية، وبالتالي عنده الكلمة اللي احنا مش موجودة دلوقتي في الطب اللي هي عقم مش تأخر انجاب اللي هو عقم مش هينفع يخلف مش هينفع يخلف بأي طريقة من الطرق. فبعد ما قلنا لهم الكلام ده وقلنا للبنت وقلنا للراجل، تاني يوم وانا قاعد في العيادة لقيت فيه اتنين رجالة داخلين عليا اول مرة اشوفهم في حياتي شفتهمش قبل كده. احنا داخلين بخصوص فلان، طب اتفضلوا مين حضرتك؟ انا والده وانا عمه. قول لي حضرتك ابننا هيخلف في يوم من الايام ولا لا؟ كلمه واحده. قلت له والله بالنسبه طبيا ربنا قادر على كل شيء والمعجزات دي عند ربنا احنا، بس انا طبيا واحد زائد واحد يساوي اتنين. لا عينت السائل المنوي والخصيه خاليه من الحيوانات المنويه ومفيش الخليه الام اللي بتصنع حيوانات منويه حتى عن طريق حقن مجاني. قال خلاص احنا هنخير البنت، ده بعد الجواز بسنتين، تكمل ولا ما تكملش. فجت البنت في بعدها بيومين ثلاثة وبتعيط وقالت لي انا هعمل ايه؟ قلت لها اذا انت مرتبطة بالخلفة وعنده قدرة على المعاشرة كويسة جدا، بس ما عندوش قدرة على الانجاب، قدرة على المعاشرة لكن ما عندوش قدرة على الانجاب، اذا انت عايزة تكملي الحياة الزوجية تكملي. فقالت لي انا هو بالنسبة لي الدنيا كلها، اخلف ما اخلفش، ابقى ام ما ابقاش ام، انا هو بالنسبة لي الدنيا وانا مش هسيبه. وحتى هذه اللحظه، الموقف ده حصل من حوالي 12 سنه، حتى هذه اللحظه هم على اتصال بيا وهم عايشين مع بعض في منتهى السعاده بدون اطفال. ارتضوا رضا الرضا رضا الطرفين. فده نموذج وده نموذج. يبقى اذا احنا نقدر نحمي بيوتنا. والنموذج الاول فيه حكم شرعي مهم جدا المفروض نوضحه للساده المشاهدين، اللي هو الخلوه وعدم الدخول. هو مش قادر على المعاشرة. تمام. ففي الحالة دي بيترتب للمرأة حقوق شرعية، لو انه طلقها قبل الدخول ان هو طلقها بكر ما دخلش بيها خالص ولم يختلي بها ليها نص المهر. لكن هو لو اختلى بها ولم يدخل بها يعني هي لسه بكر، يبقى ليها حاجتين، ليها المهر
ليها المؤخر بالكامل مش نص المهر وليها عده تعتد لان صحيح. ممكن يكون حصل زي ما حضرتك بتقول كده عن طريق السائل عن طريق السائل يكون حصل. ففي الحاله دي بترتب حكم شرعي ان وجوب المهر بالكامل للمراه في حاله الخلوه حتى ولو لم يحدث دخول ووجوب العده في حق المراه فما تتجوز الا بعد انتهاء العده بتاعتها بالظبط. تمام وفي نفس الوقت دلوقتي بقى احنا ايه اللي طالع دلوقتي الناس قبل الجواز بيجوا يسالوا على ايه يا دكتور هو احنا هنتجوز طب هو لو عنده كورونا انا هتعدي طب انا لو عندي كورونا هي تعديني حل لنا حل الكورونا ايه ونحن حل الكورونا فنقول لهم يا جماعه يعني هو الموضوع وصل للدرجه دي لا احنا العلاقه الزوجيه اللي هي العلاقه الحميميه ملهاش علاقه بالكورونا هو بينتقلش بالعلاقه الزوجيه ولكن انت كونك ملاصقه لزوجك دوت وهيبقى وشكم في وش بعض ونفسك في نفس وهتنتقل عن طريق النفس زي اي ناس ماشيه في الشارع وبالتالي فاحنا زي ما حضرتك قلت كده التحاليل والفحوصات اللي بتتعمل ما قبل الزواج والصراحه مش بس التحاليل والصراحه والوضوح في ستات كتير بتبقى عامله عمليه تقول لك لا انا مش هقول له ان انا شايله ورم من الرحم صحيح. انا لو قلت له ان انا عامله عمليه وشايله ورم من الرحم الجوازه هتبوظ او شايله كيس لا انا اسيب الموضوع ده الصراحه والوضوح والخط المستقيم والامانه هي التي تؤدي الى النجاح صحيح. واللي عايز حد بياخده زي ما هو كده وبيقول لك زي البنت قالت ايه هو عندي بالدنيا كلها بيخلف ما بيخلفش ما عنديش مشكله هي المشكله بتبقى مش موحده هي كل واحد بيشوف المشكلة من وجهة نظره ستات بترتضي وفي رجالة بترتضي يقول لك أنا مش عاوز أولاد خلاص أنا عايزها هي وفيها تقول لك أنا مش عايز أولاد عايزها هو وبيرتضوا على كده وفي بيقول لك لا أنا عاوز أولاد بيقول لك لا بينفصلوا وبيبقى بالمعروف برضه بالظبط صح كده؟ بالظبط كده شكرا هروح ليك يا شيخ إبراهيم وأقول لك طيب النهارده لو الزوج والزوجة ابتدوا مع بعض وعملوا التحاليل بتاعتهم ولو التحاليل بتاعتهم سواء كان فيها حاجة أو ما فيهاش حاجة وجت وهي بيكتبوا كاتب الكتاب الزوجة قالت لك بشترط في كاتب الكتاب في القسيمة كده تحط لي ان هو ما يتجوزش عليا ما يتجوزش عليا تمام طيب الجواز وعملت القسيمة وحطيت الشرط ده ان الزوج ما يتجوزش عليها طب لو الزوج تزوج عليها الزواج بيفسد ولا بيبطل ولا يعني ايه حكم مشروعيته ايه بقى الحكم طيب. الشرعي هنا ايه خلينا نقول ان زي ما الدكتور قال ان اهم حاجة الصراحة والوضوح من البداية تمام ولازم يكون في امانه ما بين الطرفين ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعل بينكم موده ورحمه طيب القسيمه الجديده اللي هي اتعملت سنه 2000 موجود فيها بند موجود يسمح بوضع اي شرط خاص بشرط الا يحرم حلال ولا يحل حرام هل من حق الزوجه ان هي تشترط على الزوج ان هو ما يتجوزش عليها ده في خلاف ما بين العلماء تمام. لكن لو قلنا فرضا خدنا بالرأي اللي بيقول ان يجوز ان هي تحط شرط زي ده ان يجوز ان لو الزوج اتجوز عليها لا يحق له ان يتزوج عليها الا باذن كتابي منها الشرط ده بشكله كده هو شرط ناقص الشرط ده شرط ناقص ليه طب هو لو اتجوز اعمل ايه اللي بعد كده طب هو راح اتجوز عليها تزوج من امراه اخرى بدون ما ياخد اذن كتابي منها هل الزواج التاني يبطل لا يبطل الزواج التاني يبقى هنا الشرط ده محطوط هو شرط صوري لا ينفذ على أرض الواقع أو لا ينفذ بطريقة قانونية يبقى أنت عشان خاطر تحط شرط زي ده لازم تقول يترتب عليه مثلا كذا يترتب عليه دفع مبلغ كذا يترتب عليه أن أنا العصمة تنتقل ليدي أو يترتب عليه أن أنا يبقى أنت كده كملت الشرط بشكل كامل بحيث لكن النهاردة لو الزوج تزوج على الزوجة فالقانون بيسمح للمرأة إذا وقع عليها ضرر حصل ضرر ليها بتلجأ للمحكمة وترفع ضرر تاني حاجة ان القانون بيلزم الزوج في حالة ان هو لو اتجوز على مراته ان هو بيبلغ المأذون باسم الزوجة الاولى وبيبلغها بالعنوان بتاع الزوجة الاولى والمأذون بيخترها بجواب مسجل بعلم الوصول على يد محضر طبعا اغلب الزوجات الازواج اعتقد ان هم بيدوا عنوان امريكان معرفش والله عنوان والده لكن في الحقيقة برضو انت عشان خاطر تبني حياة زوجية جديدة ما تبنهاش على انقاض حياة زوجية تانية انت عندك اسرة وعندك بيت وعندك اولاد قبل ما تفكر انك انت تتجوز على مراتك راجع نفسك مليون مرة انت زي ما بتتجوز في اول مرة الزواج الاول ممكن يكون محرم ممكن يكون جائز ممكن يكون واجب ممكن يكون مستحب ممكن يكون مكروه كذلك الزواج التاني ممكن انت تكون راجل غير قادر اصلا على فتح بيت ومع ذلك تروح تتجوز تاني تجيب لنفسك وجع قلب ليه ما كفاية هي زوجة واحدة
لكن انت لو انت شايف ان عندك قدره جسديه وقدره ماديه وقدره معنويه وقدره نفسيه، يعني واحد دماغه فاضيه خالص وعنده استعداد ان هو يتجوز على مراته، خلاص روح اتجوز. اذا كنت انت هتعف بيه نفسك او هتمنع نفسك من الوقوع في الحرام، او انك انت هتستر عرض امراه، او انك انت هتربي ايتام، او انك انت هتنفق على اسره فقيره، فممكن انك انت في الحاله دي يكون عندك اسباب مقنعه انك انت تتزوج. لكن لو اتجوزت بدون موافقه الزوجه الاولى، اعتقد ان انت هتحط نفسك في مشكله كبيره. تمام. طيب هروح ليك يا دكتور محمد، وهقول لحضرتك في رمضان بتقابلنا اسئله كتيره جدا لدكتور النساء والتوليد، منها سؤال مهم جدا، بنلاقي ان في بعض النساء تقول لك انا عايزه اصوم شهر رمضان كله، وفي حاله لما بيجي العذر الشرعي لا هيقلل من الصيام وهصوم 5 6 ايام، لا انا عايز اخد الشهر كله صيام، فبتلجا ان هي بتاخد بعض الادويه لرفع الدوره الشهريه من عليها الى ان ينتهي شهر رمضان. كطبيب صحيا بقى، تقول ايه للمراه؟ تاخد الحاجات دي ولا ما تاخدهاش؟ تمام. تعقيبا الاول على تعدد الزوجات، وبرده خلي بال حضرتك دلوقتي في زمن الكورونا، وممكن تكون هي عندها كورونا ومراته الثانيه عندها كورونا ما يعرفوش، وهو يشتغل كوسيط ينقل الكورونا من الست دي، يعني دي من المحظورات بدل الكمامه تبقى مشكله، يستخدم الكمامه ده، وهيتكشف كده لما الكورونا بقى تيجي لمراته الثانيه، مش هيقول لها مش هيعرفها. طيب احنا طبعا بالنسبه للسيدات واللي حضرتك بتقول ده، طبعا قبل بدايه شهر رمضان السيدات كتير جدا بتطلب هذا الطلب، تقول لك انا عايز اخد حاجه ما تنزلش الدوره عشان اصوم الشهر كله. انا رايي الطبي بناء على العلم وبناء على الطب ثابت جدا وواضح جدا، الذي فرض علينا الصيام هو ربنا، واللي اديكي امر بانك ما تصوميش اثناء الدوره رخص. الشهريه ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، امر فساد الصيام. يقول لك لو الست نزلت عليها بدايه الدوره الشهريه قبل المغرب ب5 دقائق تفطر، خلاص اليوم تفطر، حسب عليها قبلها ب5 دقائق، قبل المغرب ب5 دقائق تفطر. اللي ادى الامر ده ربنا، وهو اللي فرض الصيام ربنا، واحنا مش هنتحايل على اوامر ربنا. بمعنى ايه؟ هو ربنا قال لك صومي وانت طاهره تصومي، قال لك في ضرر بيقع على المراه لو هي خدت حاجه اجلت الدوره؟ يعني هل في ضرر بيقع عليها جسدي؟ يعني بنسال بقى في الضرر الطبي. بالظبط كده. فقال لك تفطري ليه؟ ليه بقى؟ عشان انت لو خدتي ادويه، الادويه ديت عباره عن هرمونات، الهرمونات ديت هتاخديها عشان خاطر تاخر نزول الدوره وما تنزلش الدوره اثناء شهر رمضان. هل الهرمونات ديت خاليه من الاضرار الطبيه ومن الاعراض الجانبيه؟ ليست خاليه من الاعراض الجانبيه. الهرمونات دي بتزود نسبه الجلطات اللي في الجسم، يعني ممكن تضري نفسك مع الصيام اللي هو اصلا احنا بنصوم عن الميه، فالدم بيبقى فيه لزوجه وبتزيد جدا معدل الجلطات في الصيام مع الحر ودرجه الحراره 47، يبقى انت بتحطي على نفسك معامل خطوره ما كانش موجود عندك لسبب غير موجود. يعني انت مش بتعالجي مرض، ولا انت ولا انت ربنا امرك بكده، انت بتحطي على نفسك معامل خطوره. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، وبالتالي انت هذه الادويه سواء كانت الهرمونات او الحقن او خلافه ليست خاليه من الاعراض الجانبيه، ممكن تعمل لك اضطراب في الهرمونات بعد ما توقفي الادويه دي وتنزل الدوره، تشتكي شهر واثنين وثلاثه من اضطراب في الهرمونات، ممكن تعمل لك مشاكل بعد كده سواء في الغدد اللبنيه او في صدرك او في هرمونات جسمك بصفه عامه، ساعتها يبقى انت اضطريتي. ايه الهدف؟ الهدف ان انا اصوم 4 5 ايام زياده وما افطرش في رمضان، ده انت كده بتتحايلي على الدين وبتتحايلي على وبتتحايلي على الشرع وبتضري نفسك. الاجابه لا، سيبي نفسك تنزل الدوره عاديه في ميعادها العادي خالص، صومي من الايام وانت طاهره، افطري من الايام وانت عليك الدوره، واذكري هو اللي عليها الدوره دي، ما بتذكرش ربنا، بتذكر ربنا. نوضح بس جزئيه ان حتى لو امراه عملت كده فهو صيامها صحيح، صيامها صحيح. لكن انا بقول لها بلاش تعملي كده عشان في ضرر، لان في ناس سامعنا دلوقتي في ناس دلوقتي سامعنا عملوا الكلام اللي حضرتك بتقول عليه، صيامهم صحيح، صيامهم صحيح، ولكن اجرائيا وصحيا، لكن صحيا يفضل ان انت ما تعمليش. يعني السنه الجايه ان شاء الله لو ربنا يعيد علينا الايام بالخير ان شاء الله واليمن والبركات، ما تعمليش الكلام ده، ما تعمليش الكلام ده عشان ده صحيا بيضر وغير مطلوب دينيا. صحيح. طيب حاج ابراهيم بقى عايز اسالك كده، يعني كل سنه وحضرتك طيب في الايام اللي جايه العيد بقى، وان شاء الله هتبتدوا شغلكم انتوا بقى كمأذون، يعني دلوقتي بتعملوا بقى الاجراءات الاحترازيه اللي انتوا بتاخدوها ايه بقى؟ يعني وانتوا بتكتبوا الكتاب بيبقى الصبح طبعا،
ومفيش قاعات زي الاول، او بتروحوا بيت العروسه او بيت العريس؟ هو بصراحه الكورونا خلتنا نشوف حاجات غريبه في حالات الزواج. يعني احنا كان دايما المعتاد ان عقد الزواج بيبقى اخر النهار مثلا في قاعه الساعه 9 او الساعه 8 في مسجد او في قاعه او في مسجد او الساعه 10. دلوقتي بقى يعني نفاجئ ان الساعه 10 الصبح العروسه داخله عليا المكتب والعريس بفستان الفرح، جايه من الكوافير او جايه من الفوتو سيشن، جايه عايزه تكتب كاتب الكتاب الساعه 10 الصبح. فبنطلب منهم طبعا الاجراءات الاحترازيه، اولا ان احنا بنلتزم بساعات الحظر بتاع التجوال، يبقى من اول الصبح لغايه الساعه 5 مساء. تاني حاجه بنطلب ان هم يخففوا، وفعلا في حاله تخفيف، اصلا الناس نفسها خايفه ان الاعداد مش كبيره زي الاول. يعني في الغالب بيبقى الزوج والوكيل بتاع الزوجه والزوجه والاثنين الشهود واقرب الاقربين، ممكن اثنين او ثلاثه كمان معاهم. وفي نفس الوقت بيبقى في ناس بتبقى لابسه كمامات، وبيبقى معانا اللي هي الكحول اللي بنحاول نطهر ايد الناس بحيث ان ما يحصلش ضرر للناس. يعني احنا عايزين نفرح وعايزين نتجوز وعايزين الناس تبقى مبسوطه، ما نبنيش اسره او نبني حياه زوجيه على حساب صحه المواطنين او على حساب صحتنا احنا شخصيا، لان احنا لا قدر الله ممكن يجرى لنا احنا حاجه فننقل العدوى دي لاولادنا او لزوجاتنا او لامهاتنا او لاقرب الاقربين لينا. فطبعا احنا لازم نخاف على نفسنا الاول ونخاف على الناس في نفس ذات الوقت. طب السؤال المهم بقى هنا يا دكتور يا استاذ ابراهيم، النهارده لما بيجي وكيل العروسه والعريس النهارده لازم بيمسكوا ايديهم في ايدين بعض، هل مسك الايدين دوت من شروط كتب الكتاب ولا ممكن من غير مسك الايدين؟ اصلا مسك الايدين دي ليها قصه. يعني اصلا زمان قديما كان العريس بيدفع مهر اثناء كتب الكتاب. يعني وكيل العروسه قاعد قدامه فبيروح مطلع المهر سواء في كيس فلوس ولا مبلغ من المال، وبعدين بيحطوا الايدين في ايد بعض وبيحطوا عليها المنديل. لان المهر ده حاجه سريه ما بين ما بيبانش، فبيحطوا المنديل عشان ما يبانش ما يتعرفش. لكن هل شرط ان انا امسك ده؟ لا مش شرط، هو مجرد ان هو قاعد معاه في مجلس واحد وبيلقنوا الصيغه بتاعت العقد اللي احنا بنقولها، زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنه رسولي وعلى الصداقه المسمى يعني بيننا. ممكن من غير منديل وهو قاعد مكان ده قاعد مكانه بيتكلموا والمأذون بينهم بينقلوا الصيغه ويقول ممكن. ده في كمان مع تطور السوشيال ميديا ومع التطور في وسائل الاتصال النهارده، ساعات بيبقى الزوج موجود في بلد خارج مصر ومع ذلك بيحضر معانا كاتب الكتاب، هو بيوكل عنه شخص بيبقى موجود في كتب الكتاب، يقول لك انا عايز اشاهد كتب الكتاب بتاعي. فمش شرط ان هم يحطوا ايديهم في ايد بعض، ومش شرط الزوج يكون حاضر، ممكن يكون حاضر عن طريق وكيل خاص باتمام اجراءات عقد الزواج، وبيبقى ممكن يبقى في مسافات ما بينهم، مفيش مشكله ما دام في مجلس واحد اتحاد المجلس ووجود ايجاب وقبول ووجود الشهود ووجود الصيغه الشرعيه، خلاص مفيش مشكله. طب دكتور محمد، في دقيقتين، اغرب حاله جات لك في هذا العام في رمضان ده، في الشهر ده، اغرب ولاده او اغرب حاله جات لك في شهر رمضان تقول لي ايه هي؟ طبعا هو الحالات الغريبه دي كتيره جدا جدا جدا، ويعني لا تعد ولا تحصى، ولكن هو من الحالات مثلا الطبيه الغريبه ان يبقى في عندك سيده عندها رحمين او عندها مهبلين وعندها اتنين عنق رحم، ويعني عندها اتنين اجهزه منفصله تماما، عندها اتنين مهبل واتنين عنق رحم واتنين رحم، وعايزه مثلا تعمل حقن بجهري او عايزه تحمل او عندها مشاكل في تاخر الانجاب. فدي اللي هي تبقى عندها من المشاكل الطبيه الكتيره جدا، وفي رغم من كده فهي عندها من الاهداف إصرار. والاصرار انها عايزه تخلف. في حين ان سيده تانية على النقيض تلاقي ما عندهاش، ربنا خلقها بدون رحم اصلا وبدون انابيب وخلافه، وعايزه كل الموضوع ان هي لا انا عايزه يحصل علاقه زوجيه وعايزه في يوم من الايام اخلف وعايزه. الحالات الطبيه النادره كتيره جدا، ولكن هو الهدف دايما بتاع الانسان ان هو طول ما هو عايش لازم يوصل لهدفه ولازم يحقق احلامه ولازم يحقق اماله. فالسيده اللي عندها مشاكل وعندها جهازين كاملين مش عارفه تخلف، والسيده يدخل وراها سيده ما عندهاش حاجه خالص برضه وعايزه تخلف، فده. وفي سيده ثالثه قاعده بره مستنيه بعد ما يخرجوا دول تدخل عشان هي حامل في الطفل رقم ثلاثه او في اربعه وعايزه تنزله، عشان هي عندها كل الحاجات تمام ومع ذلك مش عارفه تخلف. مش كل الحاجات يهب لمن يشاء اناثا بالظبط، ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة، هي اراده ربنا سبحانه وتعالى في الاول. واللي حامل دلوقتي وعندها اطفال عايزه تنزل اللي في بطنها ومش عايزه. بص يا دكتور، في جزئيه الناس لازم تهتم بيها، موضوع الرضا.
الرضا والقناعه بما اعطاك الله عز وجل. يعني انت ممكن تكون يعني بتحاول بكل الطرق والامكانيات ان انت تجيب طفل، ومع ذلك يطلع الطفل ده سبب في فسادك هلاكك. او هلاكك، سبب هلاكك، وممكن انك انت ما يبقاش عندك اولاد وربنا سبحانه وتعالى يرزقك درجات عاليه ويرزقك الجنه ويرزقك الخير. يا من يشاء الناس ربنا اللي قال كده ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني صحيح. دي ايه قرانيه، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فاحيانا زي ما حضرتك تفضلت كده، الحاجه اللي الانسان بيجري وراها قوي 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 بتبقى سبب لهلاكه. وكم من السيدات اللي عملت، يعني انا الحاله الغريبه اللي حضرتك عايز تقول عليها، ان في سيده كانت ما بتخلفش بقى لها 8 سنين وجوزها صديقي جدا 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 وشغال معايا وكده، وبعد كده قال لي انا مراتي بقى لها 8 سنين وبتاع وعايزين نحمل وبتاع، عملت له كل حاجه ممكن تعمل وما بتحملش، في الاخر عملت لهم حقن مجهري وربنا اراد وحملت ونحط السونار لقينا توأم، فرحنا جدا 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 وكملت الحمل على خير وولدت بالسلامه توأم ولد وبنت في منتهى الجمال اللي في الدنيا، حاجه في منتهى الجمال. بعد الولاده جات لي بعد 10 ايام من الولاده، فبتقول لي يا دكتور محمد انا كويسه والجرح كويس وكل حاجه جميله قوي بس انا مش شايفه كويس. قلت لها تعالي كده اطلعي على الميزان، انت خسيتي قوي. ايه ده انت خسيتي 15 كيلو، ما ينفعش انت ما بتاكليش. قالت لي اه والله بيصرخوا ليل ونهار وتوأم وبتاع وحضرتك عارف بقى يا دكتور. قلت لها كلي كويس واشربي كويس، دي انت مش شايفه كويس من قله الاكل والارهاق، كلي واشربي. بعدها باسبوع لقيتها بتكلمني بتقول لي يا دكتور محمد انا باكل وبشرب باخد الفيتامينات بس فعلا انا مش عارفه اشوف كويس. قلت لها طيب تبقي تعالي نبص عليك ونشوف ايه المشكله. بعدها بساعه لقيت جوزها اللي هو صاحبي ده بيكلمني بيقول لي يا دكتور محمد الموضوع بجد، دي جت تمد ايدها للولد تمسكه مسكت الاباجوره، دي مش شايفه فعلا. قلت له لا انزل اعمل لي ليها فحص قاع عين وفحص للنظر وكده. طلع ايه يا دكتور؟ طلع ايه؟ طلع عندها ده الكلام ده ما كملناش لسه بعد الولاده 3 اسابيع، طلع عندها ورم في المخ بدا يكبر، والورم في المخ ده او اكتشفته عن طريق بقى اللي انا قلت له روح اعمل فحص قاع عين وخلافه، والورم في المخ ده احتاج عمليه، والعمليه عملتها وتوفت هذه السيده بعد 40 يوم من الولاده. نتيجه المضاعفات العمليه، وحتى هذه اللحظه صديقي ده عايش بالطفلين بيربيهم. انا بشكرك يا دكتور وقتك، لو كانوا يعرفوا ما كانوش عملوا. كل سنه وحضرتك طيب، وبشكر دكتور محمد حسين وبشكر الاستاذ ابراهيم علي سليم، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وعيد سعيد على الامه الاسلاميه ان شاء الله وعلى الشعب المصري، كل عام وحضراتكم بخير ان شاء الله. انتظرونا في العيد وبرنامج رمضان كريم ان شاء الله، هنقابل مع بعض في العيد. كل سنه وحضراتكم طيبين، كان معكم هاني الفرماوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.